السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل السي في بتاعتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. في مواقع كتيرة هنشوفها مع بعض بتساعدنا في عمل السي في، وممكن تروح لشات جي بي تي وتقول له اعمل لي السي في بالعربي وبالانجليزي. يعني ممكن تقول له اعمل لي، اكتب له بالعربي كده انا عايز سي في بالانجليزي بيتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. بص بقى، خليك معايا، هكتب له بالعربي: هل يمكنك ان تساعدني في عمل السي في؟ تمام، هيساعدني. طب ايه المطلوب؟ ان هيطلب مني بعض المعلومات ابدا اديها له وهو يبدا يجهز السي في. تمام، الخبرات العمليه والتعليميه، ممكن تاخد كوبي بيست من اي مكان. تمام، اريد نموذج لمهنه محامي او مبرمج، خليها مبرمج. تمام، لو انت تعمل كده هيديك حاجه بابليك، فانت ممكن تخصصها مبرمج خبره 10 اعوام متخصص في برمجه الويب. يبدا هو يكتب لك النموذج للسي في بتاعك بشكل دوت. ممكن تقول له بقى ايه اسمي؟ عمر سليم. يروح هو بقى مدالك المعلومات وهتفي رقم كذا وي وي وي، وتديله كل المعلومات. كل ما بياخد معلومات كل ما بيطور في السي في بتاعك. تمام، يعني ممكن تكتب له كده: احذف لي الجي كويري، احذف لي الماي سيكوال، ويبدا ان هو يظبطها لك. تمام، فشات جي بي تي بيقدر يعمل لك القصه دي ويعمل لك بشكل قوي جدا، ويجيب لك نماذج ويلفت انتباهك ان في بعض الحاجات في سيفيهات قويه، وممكن تديله السي في وتقول له قيمه لي. طيب، في برضه موقع كاتب ده بالعربي. تمام، ده برضه نفس الفكره بتاعت شات جي بي تي، ويقدر ان هو يعمل لك السي في بتاعك بشكل حلو جدا. طيب تعال بقى نشوف الحاجات اللي هي المتخصصه دي. مواقع ما بتعملش حاجه غير السي في، مش بابليك زي الحاجات التانيه. بيعمل ايه؟ بيديني نموذج، بختار نموذج يعجبني شكله وابدا بقى احط البيانات، وهو بيساعدني بالذكاء الاصطناعي ان هو يقترح عليا يكمل تكست معين، يقول لك والله ممكن تكتب كذا، يعني انت كتبت الوظيفه ممكن تكتب وصف كذا. بيقدر يساعدني في السي في وينبهني لنقط كتيره. الكفر ليتر دي اللي بتتبعت مع السي في، اللينكد ان برضه يساعدك. كل الحاجات دي زي ما انت شايف فري، بس بيبقى فيه لو انت عايز امكانيات اكتر ممكن يبقى فيه فلوس. ده بيقيم لك السي في، بيبدا يقول لك والله السي في دوت نقط قوه وضعف فيه قد كذا، وده مثلا مستواه يوصل ل 5% 10% عشان انت ناقص كذا، فيلفت انتباهك لحاجات كتيره جدا. دي اشكال كتيره موجوده، ممكن تقول عايز تستخدم التمبليت وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب تعال نشوف موقع تاني، ريزيوم اول، برضه نفس الفكره، بتقول له كرييت واشكال جاهزه وتبدا انت تعدل، وهو يبدا ان هو من خلال الذكاء الاصطناعي يطور لك السي في بتاعك ويقترح عليك حاجات افضل. نفس الفكره برضو، هم كلهم نفس الفكره، فانت ممكن تجرب. واغلب اللي انا جايبهم ببلاش، او يعني بيديك الامكانيه ببلاش، لكن لو عايز تطور ممكن يبقى فيه مقابل بسيط. ده لقيت ناس كتيره بتمدح فيه وجربت قبل كده كان كويس. في امثله كتيره موجوده، انا دلوقتي بعمل لوج ان، هتلاقي ممكن يكون حاطط السي في بتاعي. ممكن اقول له بقى اكسبند، واقول له بقى ايه، بيسالني بعض المعلومات بحاجه بطريقه سهله جدا. تمام، بحيث ان هو يبدا يعمل لك السي في. لو انت عايز بريميوم بيبقى $5 في الشهر، طبعا هي مره واحده مش هتعمل كل شويه السي في بتاعك. تمام، طيب ده بيقول لك السي في هيساعدك ان انت تحصل على مقابلات وظيفيه. انت بقى فرصتك بقى تدخل وتبدا ان انت تثبت نفسك. المهم ان هو قعدك مع المدير المهتم بالسي في بتاعتك. تمام، هو هيخلي لك حاجه ابداعيه ويطور لك السي في بتاعك. برضه ريزيوم ستار، هو بيكسر لك الحده ان يعني اول مره تعمل سي في. وكذلك ريزي نفس الفكره برضو،
وده برضو سي في لوجن برضو بيديك مساعدات تمام، وده برضو بيديني تقييم بقى، مش بيساعدني ان انا اعمل، لا ده بيديني التقييم، ابدا اشوف السي في بتاعي، برفع السي في بتاعي ويديني السي في ده مثلا ايه المشاكل الموجوده فيه، وينبهني ليه الحاجات اللي المفروض ان انا اعدلها عشان السي في بتاعي يكون افضل.